الأستاذة آلاء بتقول مخطوبة من ست شهور الإنسان كويس جدا بتقول هي مش حاسة بقبول شديد قبول مبدئي وهي خايفة تكمل وبعدين يعني الأمر ما يكونش على عقبة طيبة الإستخارة كاشف وتضرعي لله سبحانه وتعالى واسأليه الخير اسأليه يرشدك إلى طريق الصواب وانصح حضرتك بقراءه سوره الشرح أربعين مره لشرح الصدر وقضاء الامر وتسالي الله الهدايه والتوفيق لكن الانسان انت اديتي فرصه في حاجه في امور ما بتحصلش فيها اكتمال المشاعر الا بعد الزواج فاخذي الموضوعات بالراحه مع الاستخاره الشديده والتضرع ونحن في شهر السؤال والتضرع والطلب من الله سبحانه وتعالى انه يلهمك الصواب يا صاحبه السؤال الاستاذة الاء